ابتسام محمد، قرية معاوية، بالمثلث الشمالي. احنا من سكان اسرائيل طبعا، متزوجة، عندي 4 اولاد، اثنين متزوجين اول شيء، اثنين متعلموا، واحد تعلم حلمي خميحات والثاني بتعلم اوبتيكا. انا بدي احكي اول شيء ضد العنصرية من ناحية اراضي. انا هون في المنطقة من ناحية بنا كثير بشددوا علينا هون، لو بده أي حدا يبني يعني شغلة بدون تنظيم صح، يعني هو صعب، لأنه صعب عندنا هون، كثير صعب عندنا إنه ميته رخص. بعد فترة ما بتشوف بعد واحد ما بنى وخلص ردوا هدوله إياه. يعني هسا هاي أحد أسباب العنصرية، وأكيد كل واحد يعني لما الواحد بحط كل تعبه وكل شكا بيبني هذا البيت وبيجي بعد فترة بيهرسوله إياه بهدوه، أكيد بده يتضايق وبده ينجن. يعني انا شخصيا بشوف، بطلع وبشوف، يعني بشوف قديش في عند اليهود بالمدن اليهوديه قديش عندهم مجالات والبنى وسيع وبجنن عندهم. عندنا هون كله فوق بعضه، يعني مرصوص كثير البنيان فوق بعضنا. لو مثلا بدي اطلع انا امشي مثلا اطلع امشي اتمشى انا وصاحبتها وانا وجارتها واي حدا، فش مجال للمشي يعني انه نتمشى. طب عند اليهود بكام عاملين مسلول خصوص للمشي، عندنا هون فش هذا الاشي. بتامل انهم يعملوا لنا يجوا يوسعوا لنا الخوارط الهيكليه، اكل ايش يعني يوسعوا لنا اياها في المنطقه ومن